ألوان الشرطة لأنه لاحظت هي أمام السفارة أنه في نيران مساعدتهم ربما. صح، الجيران اكتشفوا الحريق وكتبت على تويتر أنه بفضل جيراني تمكننا من إخماد النيران، وين الشرطة؟ هذا طبعا الحكي صار مبارح. تعرف كيف كل سبت عم بيصير في تظاهرات بباريس بفرنسا بشكل عام، هي تبعت السترات الصفراء. صح مظبوط. فكل سبت عم بيكون في أشياء جديدة ودراما من جديدة من فرنسا. من فرنسا صح. إنستغرام هلأ يعني أخبار حلوة نوعا ما. تأكل سمك كثير؟ أوكي. في سمك التونة كان في بطوكيو، نزاد جديد الأسماك طوكيو. في سمك التونة كتير كتير كبيرة، وزنها 278 كيلوغرام، ضخمة جدا يعني، كتير كبيرة. صح. اليابان برقم قياسي أكثر من 3 مليون دولار على حق هاي السمكة. وأخبار يعني الصياد اللي اصطادها؟ ما أظن ما طلع له إشي يعني. لا، إذا كانت شركة ربما تكون شركة خاصة بصيد الأسماك. صحيح، بصدوها وبحطوها بالمزادات. فهذا الموضوع هلأ مبلغ خيالي طبعا بالنسبة لسمكة. 3 مليون دولار بالضبط. أظن بالأرقام الطبيعية هيك سمكة بتطلع أظن 70-80 دولار أو إشي هيك. فهو كسر هذا الشخص على فكرة الرقم القياسي على حاله، لأنه السنة الماضية شرى كمان سمكة بس كأنه ب 1.3 مليون دولار، فهاي المرة يعني تفوق على نفسه. بس هلأ الموضوع إنه الخبراء بيحذروا إنه هاي السمكة صح، وبالأخص هذا النوع اللي هو التونة اللي عنده زعانف زرقاء. مظبوط هيك عارف. مذاكر. عنده زعانف زرقاء بيواجه الانقراض بسبب فلط بالصيد والافراط في استهلاكه. تعرف ان في يوم عالمي لسمكة التونة؟ والله لا. انا ما بعرف يعني. لا اتذكر، لكن يعني اخر يوم عالمي لسمكة التونة كان في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة حول هذا اليوم. توعية يمكن للتوعية. توعية بالنسبة لأهمية هذه السمكة لكمية الاقتصاد المبني على صناعة سمكة التونة. طب للأسف، لأنه إذا هلأ من صيادين لمصانع لعلب.